FM. الكلمة ليك. تنبيه هام، هالنشرة إخبارية ساخرة وخيالية خالية من المصداقية. جميع محتوياتها من عناوين وتفاصيل قام بإعدادها ثلة من الإطار شبه صحفي اعتمادا على مصادر غير موثوقة. هدف الفقرة الدعاء بلا غير وكل تشابه بين وبين الواقع. فرامي مش بالعاني. صرح السيد وزير الخارجية لمراسل نشرف العطروس أن الاتفاقية التي تم برمها اليوم مع دولة اليونان تأتي في إطار حمل جماعة ريش والفلسة مع جماعة خلاعة. قال خميس قصيلة أنه سيفاجئ الجميع الليلة برقصة خارقة للعادة ستذهل الجميع وتثير إعجاب الجماهير، مضيفا أنه يفكر بجدية في المشاركة في برنامج أربز جوت تالنت. هذا وقد صرحت سيان بالخوجة أن شيء من مأتاه لا يستغرب، فخميس قصيلة موهوب وهو ابن مدرستي منذ الصغر. علمت وكالة رامي للأنباء من مصدرها الخاص أن الرئيس التونسي المخلوع بعث برسالة لعاهل المغرب قائلا فيها أول ما يخرج الشايب يقول لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، تخلصوا منه قبل أن يتكلم. صرح المنصف المرزوقي لوكالة رامي للأنباء أنه ليس له أي رأي في ثورة بائع سمك في المغرب لأنه أساسا كره السمك. ختاما أكد مصدر من رئاسة الجمهورية أن السبسي لن يترشح للانتخابات الرئاسية 19 و2000، هذا ولازلنا لا نعرف إن كان المقصود بالسبسي الباجي أم حافظ. الكلمة ليك.